معايا طبعا الكابتن معتصم محمد المدير الفني لشباب 20 صحافة التونسي. كابتن معتصم برحب بيك في البداية، وطبعا منورين بلدكم التاني مصر. أول حاجة في البداية الواحد بهني الاتحاد العربي والاتحاد المصري لتنظيم هذه البطولة، باعتباري أنا في يعني من بداية البطولة أنه بطولة ناجحة. وطبعا معتصم محمد عبد القادر مدرب نادي شباب 20 الصحافة الخرطوم السوداني، يعني النادي أول مشاركة له في البطولات الخارجية، وإن شاء الله إن شاء الله من هذه البطولة انطلاقة لنادي شباب 20 الصحافة. ومن هذا المنطلق أنا برضو أشكر إدارة نادي شباب 20 الصحافة ووزارة الشباب والرياضة السودانية والحكومة السودانية، إن الناس وقفوا معانا وساعدونا لحد ما وصلنا هذه المرحلة. ونعد الناس إن شاء الله عندنا مباريات قادمة إن شاء الله، وحنكون أفضل من نتيجة الليلة. طبعا الليلة أول مباراة للاعبات في المنافسة عامة وفي المشاركات العربية عامة. إن شاء الله المباراة الجاية بنكون أفضل وبنجيب نتائج أفضل إن شاء الله بإذن الله. شايف أو تقييمك لأول مشاركة ليكم النهاردة وأول مباراة أمام فريق سبورتينج والهزيمة، شايف رأيك في المباراة النهاردة؟ والله أنا بشوف إنه الفرق بتاع بين المشاركات بتاع نادي سبورتينج إنه شارك منافسات كثيرة، ويمكن النادي يعني شغال تمارين طول العام. الدوري في مصر تقريبا المنافسات شغاله باستمرار، بس نحن هناك في السودان المنافسات بتاعت السيدات يعني بتكون في فترات متباعده، فده السبب اللي بيخلي انه الاعداد او المنتخبات السودانيه اللي بتكون متشاركه برا انه المنافسات بتاعتها مع الفرق بتاعت الدول الثانيه بتكون ضعيفه، لانه بس انه الدوري هناك بيكون يعني في اوقات متباعده. وفريق نادي سبورتنج تقريبا فريق نادي كبير ونادي عريق، برضه له تحيه والاحترام ومشاركاتهم طبعا هو المنافسات الكثيره ادت الفريق اللي هو ظهر الليله في المباراه بين شباب 20 وبين نادي سبورتنج. ان شاء الله المباراه الجايه شباب 20 برضه لسه عنده جواه ولسه في كثير بيصهر ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. Oh!